للحديث أكثر عن أداء شركات الكهرباء في الأردن خلال المنخفض الجوي معنا مدير الكهرباء في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة. أهلا وسهلا بك مهندس زياد. إذن الهيئة كيف تنظر إلى جاهزية شركات الكهرباء ويعني كيف هو تعاملها إلى هذه اللحظة مع كل هذه الأعطال؟ يسعد مساك ومساء جميع المشاهدين، وبدي أحكي بملخص، يعني إحنا خلينا كمان نحكي عن الإيجابيات، وخلينا أحكي بملخص عن حالة الطوارئ اللي بلشت فيها شركات التوزيع. في البداية بدي أشكر ربنا سبحانه وتعالى على أنه من علينا على أردننا الحبيب بالغيث والثلج والمطر. ومن هنا أود إعلامكم بأن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبتوجيهات من معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح خرابشة وبحضوره في الميدان منذ بداية هذا المنخفض دابت على متابعة أعمال شركات توزيع الكهرباء كل ضمن اختصاصه للتأكد من قيامها بأداء مهامها التشغيلية. فيما يتعلق بمعالجة حالات الخلل والانقطاعات في منظومة الشبكة الكهربائية، وأننا في هذا المجال نقدر عاليا تفهم الأخوة المواطنين وجمهور المستهلكين لحالات الانقطاع في التيار الكهربائي، وأننا في هذا الصدد نؤكد على أن الوزارة تابعت وتتابع أداء شركات توزيع الكهرباء، وأن الشركات قامت بتشغيل كوادرها ضمن الحالة القصوى، حيث لو تكلمنا عن منطقة الوسط التابعة لاختصاص شركة الكهرباء الأردنية في محافظات الأربعة اللي هي عمان والزرقاء والبلقاء ومازن، نجد أن شركة الكهرباء تعمل بأقصى طاقة لها من خلال اشتراك 2163 موظف وعامل في خطة الطوارئ الخاصة بهما، بالإضافة إلى وجود 480 سيارة دفع رباعي فضلاً عن الرافعات والجرافات التي قامت الشركة باستئجارها. يعني مهندس زياد، يعني نحن منذ يعني قبل هذه الموجة ونحن نتحدث عن كل هذه الآليات والتجهيزات وخطط الطوارئ، نأتي على أرض الواقع الآن، هل لمستم أي تقصير من الشركات المسؤولة وحتى عن تعاملها مع الأعطال؟ هل من المعقل أن أكثر من يوم أو أكثر من 24 ساعة و48 ساعة لا يزال هناك الكثير من الناس لم تصلهم الكهرباء إلى الآن؟ ستي إلا أنهم يجب ذكر الإشارة إلى أن قوة الرياح والهطول من بداية المنخفض الجوي فجر يوم الخميس، شفتي أنت قوة الرياح وكمية الهطول الثلجي الذي كان يكاثفه في بداية المنخفض أدى إلى تساقط عدد كبير من الأشجار على الشبكات الكهربائية وأعمدة يعني الكهرباء. ولكن خطة الطوارئ ما هي إن لم تكن يعني أن يحسب حساب هذا النوع إن كان من سرعة الرياح أو حتى من وجود الأشجار بجانب هذه الأعمدة؟ ستي لما يعني أنا بحكي 2163 موظف وزعوا على أربع محافظات، حجم العمل كثير كبير، لما أنا بده يقع العمود وينكسر بدها تنقطع الشبكة، لما بدي أرجع الشبكة بدي أركب عمود جديد، بدي أحفر حفرة قاعدة للعمود وأصبها وأحط لها باطون، بالتالي هذا العمل بده وقت كافي حتى إني أعيد التيار الكهربائي. يعني هل هناك كان نقص إلى حد ما في الكوادر العاملة على إعادة هذه الأعطال أو معالجتها؟ لا بالعكس، كانت الكوادر كافية والورش والفرق موزعة على جميع المناطق في المملكة، لكن حجم الثلوج وتقطيع الأشجار وسقوط الأشجار وسقوط الأعمدة، وحكيت لك بالبداية إعادة التيار الكهربائي ليس بأمر بسيط، لأنه يتطلب الأمر تركيب عمود، حفر قاعدة، صب قاعدة، القاعدة هاي إسمنتية بدها تنشف وبدي أشد عليها شبكة، في هذا الجو يتطلب عملية إعادة تركيب العمود وشد الشبكة لا يقل عن 10 ساعات. نعم، يعني فيما يخص إذن إعادة التيار الكهربائي إلى كثير من الأقاليم لا سيما أقليم الوسط، متى ستعود الكهرباء لكثير من المواطنين في هذه المناطق؟ ستي ما تم إنجازه حاليا يصل إلى نسبة 90%، المتبقي 10%، ومتوقع يعني 10% هاي جاري العمل على إنجازها إن شاء الله، يعني سيتم إعادة التيار الكهربائي لجميع المشتركين هذه الليلة بهمة زملائنا من كوادر شركة الكهرباء الأردنية الموجودين في الميدان.
نعم، يعني أكيد نحن نشكر جهودكم دائما مهندس زياد، إن كان في الهيئة أو حتى في شركات الكهرباء، ولكن يعني صراحة هنا نتحدث، هل كانت خطة الطوارئ محكمة وهل كان من الممكن تفادي الكثير من العقبات؟ طبعا خطة الطوارئ كانت محكمة، لكن بالظروف اللي مرقنا فيها في تحديات سيتم دراستها ومعالجتها بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء الثلاثة. نعم، إن شاء الله راح يكون في تحسين لخطط الطوارئ. نعم، يعني إذا نستطيع أن نقول الآن أنها في طريقها إلى الحل، وما هي المدة المطلوبة بحد أقصى؟ أنا حكيت لك أنه هذه الليلة إن شاء الله جميع مشتركينا في أردننا الحبيب وفي محافظات الوسط سيتم إعادة إيصال التيار الكهربائي لهم حسب الأصول. شكرا لك مدير الكهرباء في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة.